يعني فنان كبير وفنان مؤثر وكان له بصمة كبيرة في الفن المصري. خلونا نتوقف عند ونتعرف على سبب تميز يوسف وهبي في مشواره الفني. معانا على التليفون الأستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني. أهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح الخير عليك يا أستاذ آية. أهلا بحضرتك. إيه أبرز وأهم ما ميز يوسف بيك وهبي كما ذاع شهرته أو ذاع صيته يعني في مشواره الفني؟ هو يوسف وهبي هو عميد المسرح وعميد السينما ايضا. صحيح. هو صاحب اول فيلم مصري ناطق في تاريخ السينما المصريه، فيلم اولاد الزواج سنه 32. الى جانب ان يوسف وهبي لما درس بره المسرح رجع وقدم ثقافه مسرح مختلفه على خشبه المسرح المصري. اول مؤسس للمسرح الحديث في تاريخ المسرح العربي. هو اللي بدا ثلاث دقائق لرفع التتار. هو اللي خلى المسرح بشكله الرسمي الجميل الشيك الراقي، لان كان قبل كده كان مجرد مونولوجات واستكشافات غنائيه وفواصل غنائيه لا اكثر. لكن يوسف وهبي ارسى مبادئ وقيم في المسرح العربي، الى جانب ان هو ايضا من خلال يوسف وهبي اتخرج على ايده عمالقه، يعني الموسيقار محمد فوزي. اول ما بدا مع يوسف وهبي في فيلم سيف الجلاد، النجم الكبير انور وجدي. اول ما بدا مع يوسف وهبي فيلم الدفاع، سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه. اول بطوله لها كان في من خلال فيلم ملاك الرحمه مع يوسف وهبي، وايضا كان في فريد شوقي. يعني طب استاذ محمد، يعني يمكن يوسف وهبي هو واحد من قامات الفن المصري والعربي، وكان كمان متحدث بطلاقه لثلاث لغات، انجليزيه والفرنسيه والايطاليه، وكمان يعني زي ما حضرتك اشرت تاريخ فني مؤثر جدا، وله حوالي 6 افلام في قائمه افضل 100 فيلم في السينما المصريه في الاستفتاء اللي اتعمل سنه 96، وما شاركش في اي عمل عالمي، يعني رغم اجادته لثلاث لغات لكنه لم يشارك في اعمال عالميه، ليه؟ هو كان في وقتها السينما العالميه كان ممكن ما كانش بيخاطب السينما العالميه، لان هو كان مهم جدا مهتم جدا بالقضايا اللي تخص البلد. يعني هو حتى كان اطلق عليه مبعوث العنايه الالهيه، لانه كانت افلامه كلها بتقدم المعاناه الخاصه بالشعب والمهمشين. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، ان هو الفنان الوحيد في العالم اللي حصل على جائزه من بابا الفاتيكان بعد ما قدم مسرحيته الشهيره كرسي الاعتراف. يعني ده في حد ذاته جائزه عالميه لم يحصل عليها فنان في تاريخ العالم قبل يوسف وهبي. هل حضرتك كشخص حضرتك مؤرخ فني وشخص مهتم بالفن بشكل عام، بتشوف امتداد لمدرسة يوسف وهبي دلوقتي في المسرح أو في السينما؟ هو يمكن الامتداد كان يوسف وهبي. من بعد يوسف وهبي لقينا كتير جدا من الفنانين اللي اهتموا بالفن واللي أرسوا واللي كانوا بيرسوا مبادئ للفن، زي مثلا الفنان الكبير فؤاد المهندس، ومن بعد كده الزعيم عادل امام، ودلوقتي معاه ايضا النجم الكبير الاستاذنا محمد صبحي. انا بشوف ان الفنان الكبير محمد صبحي فعلا من الناس اللي بيحبوا جدا بيضعوا مبادئ وقيم في شغلهم سواء على المسرح او السينما او التلفزيون. انا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الاستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني للحديث عن سيره واهم محطات ومشوار واهم ما ميز مشوار الفنان العملاق يوسف وهبي النهارده في ذكرى رحيله. شكرا جزيلا.